تفضل. طبعا دلنا محبط بالشركة ديالنا والصحافة والاهتمام ديالكم بالنسبة للصالحة ديالنا. اليوم كانت خاصة الأطفال ديالنا من مدينة العرايش وكاع حتى الزوار من مدينة العرايش وكانت ممتازة، وكان الحضور للآباء للأمهات والأطفال لنا كانوا فقرات ممتازة، كان أكروبات لنا أكروبات الأصدقاء ديالنا من مدينة القاهرة جميع الظروف تشارك معنا حاليا دابا هذه المرة الثانية. كذلك كاين الكلون رضوان الزياتي وكاين كذلك يوسف أصدقاء ديالنا، كذلك كاين ماسكو بحال ميكي ميني، كذلك كاين جديد كاين ألعاب سحرية، فقرات ممتازة الناس جمهور فرحوا. والأثمنة جد مناسبة 10 دراهم لأن حنا ولاد المدينة تنبغيو نفرحوا هاد الوليدات هادو. مرحبا بالجميع، احنا دائما راه الاشاره. نعم، بالنسبه للتجربه ديالكم يعني امتدت يعني دابا هذه مده يعني تعتبر انت بدايه التنشيط الفني والثقافي بالنسبه للاطفال، شنو كيبقى لنا التجربه هذه وفين وصلتوا يعني في التجربه ديالكم؟ بالنسبه خاصه في العالم ديال الاطفال دائما خص الجديد، احنا فعلا نعتبروا راسنا من الاوائل في مجال التنشيط، ولكن دائما خص بس استمراريه، استمراريه خص شويه ديال الدعم. نشكروا الناس كاع الناس في العريش اللي تيدعمونا واخا ولو غير بالكلام الطيب، يعني ماشي هو المسائل الماديه تجي من بعد. بالنسبه لهذا العالم هذا ديال الاطفال لابد خص واحد باش تستمر، خص يعني يكون واحد النفس طويل جديد، دائما كاين جديد. نتمنى نكونوا وراء الإشارة وكذلك نديروا الجديد ونقدموا الجديد. وحنا مع أي جمعية كاع الجمعيات اللي ناشطة، حنا مستعدين نخدموا مع أي جمعية، الباب مفتوح. كذلك الشباب والأطفال، ها هي دعوة كاع للتلاميذ الوليدات اللي بغاو. حنا إن شاء الله تنفكروا نديروا دورات تكوينية في القلون، في ماريونير الكراكيز، مسرح العرائس، وكذلك إن شاء الله نديروا ورشات ديال مسرح تعبيري. وتنفكروا باش نديروا ورشات فعلا ونجيبوا الناس، نجيبوا يعني فنانة كبار ومستعدين، راه مستعدين يجيو خصنا غير. وبالنسبة للبنية والفضاءات الثقافية يعني واش كتنسجم ولا كتلائم مع الطموحات ديالكم أو كتلقاو بعض الصعوبات في فضاءات العرض؟ طبيعة الحال كاينة الصعوبات، خاصة حنا ميمكنناش دابا حنا نشتغلو في السينما، حنا مكرهناش في فضاء آخر، يكون مثلا فضاء مسرح في الهواء الطلق، يكون كذلك مسرح في الحديقة مثلا ديال الأسود تكون حتى هي. فعلا دابا تنشوفو السينما، تنشكرو الجامعة المحلية اللي وفرت لنا دابا السينما، السينما بعدا صبحت للعموم مثلا كلشي يجي يدير فيها النشاط، ولكن ما كافياش. انا تنقول يعني تنفضل ندير مثلا نشاط في السينما، ولكن كاينه انشطه اللي تتكون في هواء الدار، يعني ممكن البرج علاش ما نستغلوش هذيك البرج وتم الاصلاحات فيه نشتغلوا فيه. نعم، اضافه الى ذلك يعني في الماضي كانت فضاءات يعني العموميه والساحات يعني بحال مثلا السوق الصغير كانت فيه حلقات وداك الشيء، هذا الشيء افتقدناه وداك الشيء، يعني علاش ما يخرجش هذا التنشيط مثلا بالكلون بالبهلوان وداك الشيء العروض يعني ديال الاستعراض وداك الشيء للشارع، يعني يولي فضاء ديال الاحتفال، فضاء ديال المدينة. السد فعلا كنا ماشي بزاف، يعني كنت نقول لك هذه غير 10 سنوات كنا تنديروا كرنفال، وهذا الكرنفال كان احتفال تنخرجوا مع مجموعه كذلك الجمعيات اللي نشيطه، من ضمنهم جمعيه مثلا شريف الدريسي او جمعيه القصبه اللي كانوا اطفال ديك الوقت نتشاهلوا معاهم. كذلك كانوا يعني وحنا كجمعيه ديالنا وهذه تنديروا مثلا هذا الكرنفال، تتويج لواحد واحد 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 الوقت تما في سوق صغير او في مدينه قديمه، يعني مثلا نهيئوا الاطفال واحد الشهر ديال الشهر كاع، ولكن حنا تنهيئوا واحد النشاط تيكون في الهواء الطلق مرورا بمثلا حديقه الاسود، سوق صغير، مدينه قديمه، كار الريال، ونمشيو حتى لبرك ونبدلو ونرجعو. كان كل سنه تنديرو هذا، ولكن للاسف حاليا كاينه اخرين راهما تيديروا نفس هذا. بالنسبه لنا حنايا ماشي ما باقي ما لقينا شي واحد الفضاء اللي نشتغلوا فيه في المدينه القديمه،
مثلا هذاك ديال المعهد الموسيقي او نقولوا حنا للملحقه ديال الثقافه عندها دابا مكتبه، راه ما يمكنش تجي للمكتبه ودير واحد التدريب ولا. حنا تنتمنوا في المدينه القديمه يكون واحد الفضاء اللي نقدروا نستغلوه، ماشي غير حنا راه الوليدات الوليدات اللي تقدمت اليوم. يعني بالنسبه للاطفال كيفاش كانت المشاركه ديالهم، مثلا مشاركه الاطفال اللي شاركوا بالنسبه للجمهور او اللي شاركوا معنا المواهب ديال الجمعيه ديالكم تشيت كنت مشاركين. بالنسبه لليوم كانوا اربعه ديال 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 جداد، اربعه ديال الشباب جداد، منهم واحد الصديق ديالنا وهو فنان يعني صام، وكذلك ممثل سينمائي راه كان اليوم في واحد الدور ديال بيكا كلون، كذلك هو راه اول مره يعني تشارك في العروض الاطفال، كذلك كان واحد الشاب اخر اسمه محمد. هاد الأصدقاء بالنسبة ليوسف سميتو هذا الفنان اللي شارك معنا في الأول سميتو يوسف الرئيس، راه معروف هنايا الرئيس ودا الرئيس. وكذلك كاين محمد الأخ ديالو كذلك حتى هي شاركت معنا، وواحد بنت أخرى تدير المكياج. حنا ما قليل في كنا تنديرو مثلا المكياج للوليدات، فكرنا نديرو المكياج باش نمشيو في نهاية الحفل تيمشيو محتفلين، كان واحد الاحتفال وتيمشيو ناشطين وتيمشيو فرحانين. نعم، إضافة للاختيارات يعني مازال العرض يعني فرص استعراض بين السيرك وبين البهلوان، يعني وهل هناك أشكال أخرى يعني للاستعراض اللي نجحتوها في هذا العرض ديال اليوم؟ طبيعة الحال كانوا فقرات ديال السيرك، وهذا هو الأهم. يعني السيرك السينما، السيرك السينما، وهذا السيرك السينما تيكون خارج ما فيهش مثلا ما تيكونش في الهواء، تيكون في السينما، ولكن عروض ديال السيرك. هاد العروض ديال السيرك كانوا معنا الأصدقاء ديالنا اللي جاو، تنشكرهم جمعية طنجة، هي جمعية العروض الأكروبات برئاسة الأخ سعيد، وليدته سلمان ويعقوب كانوا معنا. نعم، هادو عندهم تجربه، يعني عاد جاو مؤخرا واحد من تركيا شاركوا في واحد السيرك تما، وتنظن انك حتى داك السيرك كان سيني، يعني السيرك داخل القاعه. بالنسبه حنا تنديروا الكلون، درنا الكلون، درنا كذلك لوماجي، وكانوا بعض الفقرات، وان شاء الله تشوفوا الفيديو. من حيث التجاوب ديال الاطفال مع العروض سواء في الحضور ولا في التجاوب مع العروض كيفاش؟ تنظن انا تنظن الجمهور شتو فرحان وصوت الوليدات، ولكن زعما راه ما نكذبش عليكم، حنا تنديرو مجهود كبير باش نوصلو هاد الميساج او هاد. بالاضافه الى ذلك يكون مجال العرض هو مجال اللقاء مع الاسره ومع الاطفال. طبيعه الحال لان في العريش ما كاينش فضاءات من غير هاد السينما او باركين صغير، يعني وخاصه باركينات اللي كاينه بعاد، هاد الفضاءات اللي كاينه بعاد، والناس المدينة وسكنة المدينة هذا هو المتنفس ديالهم بحال السينما او هذاك الفضاء. وبالنسبة لكم انتم واش عندكم شي مهرجانات ديالكم او البرامج يعني في البرنامج ديالكم هذه السنة؟ حاليا تنديروا جوج انشطة، وخاصة مع اليتيم دائما تنديروا هذا البرنامج، وكذلك السلامة الطرقية، وبعض الخطرات تنديروا كذلك ورشات للاطفال هما ورشات ديال كما قلت في البدايه، وغنفتحوها كاع لكل شيء ماشي غير هذاك الاطفال اللي تنديرو لهم، هي ورشات ديال الكراكيز، مسرح العراكس.